صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الإمساك أو الكونستيباسيون هو من أهم الأعراض التي يعاني منها صائم في شهر رمضان، وقد تشتد حدة خاصة في الأيام الأولى، وذلك يرجع لعدة أسباب، ومن أهمها نقص شرب كمية الماء أو تقليل من مصادره، تناول بعض الأطعمة الغنية بين الدسم والسكريات، تغيير نمط أو أوقات الأكل، وتغيير نمط النوم أيضا، قلة النشاط البدني. ولذلك يرجى أخذ بعين الاعتبار النصائح الآتية، ومن أهمها شرب كميات كبيرة من الماء وتنويع مصادرها مثل العصائر أو الحساء لا سوب، يعني تقليل من الأكلات الغنية بلا الدسم والسكريات، اكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه مع تنويع مصادرها، أخذ قسط من الراحة مع تنظيم أوقات النوم، شرب الماء بكميات كبيرة وتفادي شربه خاصة قبل السحور، ممارسة الرياضة بأوقات متفرقة ومحددة خلال أيام الأسبوع. في حالة تفاقم وضعية الإمساك أو الكونستيباسيون أو ظهور أعراض أخرى معه يرجى باستشارة الطبيب. صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى